يا يما يا حبيبتي، ممكن تتكلمين معاي برسمية أكثر من كذي عشان أعرف أرد عليك؟ لأن أنت عمرك ما كنتي أمي ولا أنا بنتك. إن شاء الله فجر، لا أنا ولا أخوانك لنا ذنب اللي سواه أبوك. أخوانك ما لهم حد غيرك ولا غير هالبيت. عفواً؟ عفواً، منو اللي ما لها ذنب؟ منو اللي ما لها ذنب؟ أنت مستوعبة إن أنا نفس الإنسان اللي فرقتيها عن أختها وروحها متعلقة فيها؟ أنت حسبانك أنا مدمغة ولا مجوية على راسي اللي ما أدري ليش جايتني بهالوقت بالذات؟ بس والله والله يا وحيدة لا أعطي حلالي كله حق عيال أخوك اللي أكرههم كره العمى ولا تحصلين مني أنا فلس واحد. صدقيني صدقيني يا فجر، أنا كنت أترجى محاسن كل يوم تردك لي الحضني، خلك مني أنا، أنا غلطانة وحقك على راسي، لكن إخوانك إخوانك شنو ذنبهم؟ أنا قعدت ببيت براك أقل من 24 ساعة، قلبي عورني عليه وعلى ظروفه، فما بالك بشار وبس. خلصتي؟ خلصتي؟ لأني أنا متأخرة وما عندي وقت، ما عندي وقت أسمع سيرة عيال أخوك الذاتية. في وي، انت للحين ما شفتيه؟ خلي هذول على جنب وحطي عيني بعينك وقولي لي شنو الموقف اللي سويتيه اليوم. شنو اللي سويته اليوم؟ اي يحقلك تنسين. تبين اتكلم عن الموقف اللي سويتيه باول اليوم مع فجر، ولا تبين اللي بنص اليوم باللوكيشن والهياط والصراخ اللي سويتيه؟ صدق والله شكلك قلبت السالفه علي، طلعت انا غلطانه وانا ما ادري. ايام تحكي عدل وعلى السفزاز عشان ارد عليك عدل. العدل انك تشوف نفسك وين كنت الصبح، وانك تستوعب شنو تسمي هيتك لوكيشن المفروض مرتك مو موجوده فيه. ولا ليش؟ تعال نتذكر مع بعض، انت مع منو قاعد لما انا طلعت ركض من اللوكيشن وهيت البيت هني عشان اشوف المره اللي هي تشوف بنتك؟ ممكن تجاوبني انت بالاول؟ بريزي، كنت مع اخوي براق قاعد ندور ولده من مستشفى لمستشفى، واعتقد ان هذا اخوي العود ولازم انا احترم خصوصيته، لان انا احترم رايه، وقال لي ما ابي مرتي تدري بالسالفه عشان مرتي ما تخترع وتتضايق وتخاف. فانا رحت قلت ان انا رايح حق فجر على اساس ادري ان انت ما في تواصل بينك وبين فجر وتخافين منها، وهم فشلتيني ورحت حق فجر وتكلمت وسالتي عني.
أما الموضوع الثاني موضوع اللوكيشن. اللوكيشن أنا أنت كنت قاعد تسولفين مع رفيجتك بالتليفون، وأنا أصلاً كنت قاعد أسمع كل شيء وسمع سالفة هذه مدير الإنتاج، فاستغلت إن أنت مو موجودة ورحت هناك عشان أحل المشكلة بس. فتخيلي يعني الحين شلون شكلي انا قدام فجر بعد السالفه اللي سويتيها، وشلون شكلي قدام اللوكيشن مالكم، والفضيحه اللي فضحتيني اياها ايش تسوى علينا؟ بشار انا ما كنت ادري بهذا كله، واصلا انا سويت كذي علشان خلاص اضحكين بطيتي راسي. شوفي خليني اقول لك شغله، بعد ذا اشوف ايش داق علي، يا ويلك ويلان دقيت علي، قاعد يفتر علي بالشوارع ودوريني وين اكون. يلا يلا بشار مو كذي تنحل الامور بشار، تكفى. فجر حبيبتي ايش دعوة يما؟ لا تخافين، ترى هذا شيء شفته بالصدفة على تليفوني. بعدين أنا واقفة مع عيال مبارك بهالظروف، معقولة أضرب بنتي حبيبتي؟ بعدين يا فجر ودي أقول لك شيء، أنت ما يصير تكونين قاسية على أخوانك. لا أنا أبيك تدمرينهم واحد ورا الثاني. أعتقد إن إحنا ما التقينا من زمان، بس أعتقد إن موادئنا ما تتشابه، لكن مصلحتنا واحدة. إيش فيك؟ إيش تدورين؟ تدورين إذا في كاميرات؟ ليش؟ ناوية تذبحيني أنا بعد؟ أنت شيطان، أنت مستحيل تكونين آدمية. أنا آدمية ومو أي آدمية، أنا أمك يا فجر اللي كبرتك، اللي كنت أقطع من لحمي علشان أوكلكم أنت وأختك، لما كبرت وصرت حري. أنت مستوعبة إن اللي قاعدة قدامك فرقتيها هي واختها وعمرهم 10 سنين؟ يعني نعرف كل شيء، ندري عن كل شيء حوالينا، ومتأكدة إنك مستعدة تبيعين أي شيء عشان مصلحتك والفلوس. أختي وين؟ أختي وين؟ مو لاقيتها صح؟ مو لاقي الناس اللي عطيتيهم صح؟ شوفي أنا مستعدة أسامحك بحالة واحدة، حالة واحدة، إن رديتي لي أختي. أنا ما أقدر أوعدك لأني مقادر أوعد نفسي. يا يما لا تتوقعين، بعد غيابكم أنا كنت مرتاح، أنا عيوني راحت بس علشانكم، علشان غيابكم عني يا أمي. برافو، أهنيك أهنيك على هالمخ والذكاء اللي عندك. نظارة، عصاية، وعدسات اليهال هذه اللي لابستها، مستغلة حتى تعبك وقلة نظرك. بصراحة أهلك، برافو يا يما. العمى مو عمى عيون، أنا عمية قلب من سنين. لما طاح أخوك من إيدي بالغلط، عقبها سودت الدنيا بعيني.
انت ما تدرين ابوك سوى فيني. تبين الحين لما ربي اعطاني الفرصه واخرها من ايدي اهدها؟ انا صدق ما اشوف عدل، بس قاعده اشوف بقعه ضوء صغيره. تدرين وين؟ بهالبيت وعلى اللي فيه.